بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أشرك النعاوى وحك باللابن هي آيات بقول يصدحي تبنات وحنكوية كان دون آيات بقول صدن إيا اللبات وحك كومي دون لباتا آيات. قال تعالى: ربي وحي ليسوا ما هانين أهل كتابك سواء هو إسكم مدى أو جن أماها هاي من أهل الكتاب كتابك أهل كي سواها كمدى أمة جماعية كوحبا كمدى قائمة تاغا وحي تاغيهن عباده يا الله كعبسي يطلون وحي أخرنيا آيات الله آيات كي بي أخرنيا أنا الليل حبيبك ساعديه سيأخرنيان وأنا النهارنا وأخرنيان وهم يغن يسجدون إلهي بسجوديان. هذا القرآن كقردي ستهي وآيات كلب السجود هذا سوء قارة ويسجوديان هذا الصلاة كأخرنيان أيغن وسجوديان صلاة هذا تكريان ويسجوديان بير الله سبحانه وتعالى. marka kuwaas kamida uu yiri eeb yuuminuuna waxay rumaynayaan billaahi eebay rumaynay waxa ka keenay inay aayadka ilaahay akhriyaan inay ilaahay u sujuudaan waxa keenay yuuminuuna billaah ilaahay rumaysan yihiin iyo wal yawmil aakhir maalinta qiyaamana war rumaysan yihiin iimaanka labadiisa tarafood weh labadiisa fiidood دوقفك إله الرميه يوم الآخر كان الرميه لحدار كانوا الإيمان كا وكب الله ذا إله ولا الرميه إيه ما أنت قيام ذا حدي أي لبذا الرميان معنيه ذو حواي أنت ودحيسين والرميسين وحكم ذا صفات كذا ويأمرون وحي فريا الناس ضدك عباد الله دو ماذا إلهي بالمعروف في شيء وناكسن الشرعي كوان أكسن عقلي كوان أكسن يقفك إلهي وقده وانا يو كسيدت كفريان وينهون عن المنكر حمان تلدت كواكر هيبيان وحالله الشرعي وديدي ويسارعون ودقدقيان في الخيرات خير كبير ودقدقيان صلاة صفك هرين مساجد كاللغة مقاضو صفك هرين هدي اللي يراه ذو محمو هاي صون هلا سمية لغا مقاضو هدي اللي يراه صدقة هلا ديبو لغا مقاضو ورك يسارعون حو دقدقة في الخيرات خير كي ودقدقة يهينو ودقا نقول يهين وولايك كوا وحجر إب من الصالحين كوا وناكسن إله أمر خاتي كعي إلا يهين صالحين وناكسن دون كودين وي وناجيين آخرضو دين وي وناجيين إلهي اكتسن الدرجة السارة بيكو يالانيان وما يفعلو وح الله وحي أي سمايان أو من خير حير هذا حبدنا هذا وح الله وحي سمايان أو خير فلن يكفروه خير كالغا قرين ما يو لغا مسك ساقا يو لو مديدا يو أو يريحي لأران ما يه إلهي وكو أبا المرين يا سبحانه وتعالى والله يبنا عليم الله قال بذنوي بالمتقين وألك بقايا وحديدين الدين يا إله فرين فلنا يا أنت كرام كود إله وأكسون يا مرك أهل كتابك تضنو عنا كمذا وعبد الله بن سلام إيه مؤمنين تي يهودات والنجاشي يا مؤمنين تي نصارى باكمذا ساسو إله كتل مامي سادرت واحد قرن كرتا ديمه مركز اسكما خلاف سنة حق عباداتك هي عقيدة اسكما خلاف سنة انت الدين تنو إن فريسو ومبا يونا سمايان ساسو يريب سبحانه ليسو ماهانين
أهل الكتاب سواء كوا إج ماها أو إسكو مدا ما وحنا إسجدن ماها سنم اسم بادر عانا هي من أهل الكتاب وتفسير كوي ليس سواء تفسير كذي من أهل الكتاب وحكم ذا أمة أمت باكم ذا قائمة أتاجن حق عبادة إلهي أتاجن يعدالة وسيطلون أخرنا يا آيات الله آيات كإلهي بي أخرنا يا ويكو عبادة سنة يا ضد كنا سيد صوص عطيكو عيجلين يا عدالة نوال قفرنا يا أنا الليل هبينك ساعديه سا بيستاجيا ردت كي صالح أنت هاي أردن وحكس النايا قيام الليل هبينك إلا استاجو أول عبادة يستو كارهن ثلث كوجود ضمبيا أما صدح ميراد مركي لوردي مش وجود ضمبيا سا ووقت إله سود دقيو وإله ليه هاي يا وحي ودي سنة ينسيا باهية يا قبا أو أنتو قعمها يتاكتو أنسيا يا إبريا يا إبريا دي سأجيبة يا دمدافي ويدي سنة يا ولو دمدافا وإله أرنا يا سبحانه وتعالى وهم يغانا يسجدون إله سجودا يا وحوية يعني عبوديو يا أدوني ما الله موجيو مش وقصة الرئيسة وحواية قف كيرو إله هالكاس وشرف بدن جركيسة إنه إله درتي أدقه طيب وهم يسجدون يؤمنون وحرمينيا بالله يا وليوم الآخر ما لنت قيام ذا فيرميسيهن انت ودحيسينا ورميسيهن ويأمرون وحي فريا ضدك بالمعروف وناقا ويضدك فريا هو الدعاء وضدك يتاقيهن مثل حضو دي دينتين باهيان وينهون عن المنكر حمانتا ضدك ويكرهبيا ويلدك اللميا فسادك يا حمانتا يا قال لماذا يا أخلاق حمدة يا رقن حمدة وحي ورم بلد دقالما يا يسارعون ودق دقيا في الخيرات خير كيبي ودق دقيا ويودق النقوليهين ويوحس هيلسيهين ويكسب ريال وأولئك كوا من الصالحين كوا وناكسنا دوي إلهينا أغمر خاتك عيني دد وناكسيهين وما يفعلوا وحل وحي السميان هذا بدد كاسي أو من خير فلن يكفروه لقى قرن مايو لقى مسك ساقا يو لقى ما نسقى من ايو وحى الله وحي السميين وخيره ايو إلهي فضل جيسا أو قدر ايو بإله سبحانه وتعالى كوأبا المرين ايا الله يبنى عليم وحوقيه بالمتقين تدك الصفات كاره اي متقين تا اي الله كبغي إله وأكسوية وانا كأبا المرين ايا هذا بدأت كيف يعنى مركان سوشي أجنبي بدأت كي حما هدنا سورد كور رميسا وحير بين الذين وحي كفروا قالوا بي إيمانك هذا عن سوشي أجنبي بالغ كفري والوقع عن سيد إلى سبحانه وتعالى كوا سيجا لن تغنيا وحبك مد دفاع إيسو وكبر ريبيس عنهم حق هذا أموالهم حول هذه كبر ريبيا ولا أولادهم أولاد دينا كبر هيبيان ولا جاههم منصب كي درجوين كي لهيينا كبر هيبيان من الله بحق كيس عقاب كيس شيئا وحبا حبا وقتر مايان أولئك كوا أصحاب النار نار الصاحب بدأ ذويان هم يقو فيها نار بخالدون كواريا كوانا وكوه يعني عكس قو ذويان لمن كان يقا إلهي مال بوسيي عرور با إلهي سيي وضحت النمو وحي وردن بالي سوق داري لكن وحي نعماها إلهي سيي والاقا كفريي لقطة لقو دفتي حدوه تاسي حدي دعضو قف كاس أساقا حوريه بدنا يترد بدنا وحبو ترمايا الدون كمركو كتك يابو حقا على الله مارتغ كفانا يابو لقا سينيا أنت أصلاً وقت حوله سي وح وتريح حوله مجرو عرورتي لو حبوا تري مس مرك حدا عرورتي وحترينين حوله وحبترينين ما ضحت إني ما ذي يا منصبك يا كرسي ورجعي يا حفيزك قروح ذا بدنا هدول وحبترينين
maxaa wax taray? Waxa wax taraya waxa waaye qalbi saliima, qofku inuu la yimaado iimaan saxiixa iyo camal saalixa inuu la yimaado waa wax taraysa. Wuxuu yidhi ilaah subxaanah watacaala xoolihiinni iyo caruurtiinni maxba idinma tarayso, laakiin waxa wax idiin taraya qofkii la yimaada biqalbin saliim kasaa badbaadaya. Wuxuu yidhi eebba subxaana, kuwaasi marka asxaabu naar weeyaan, asxaabu naar naartay la saaxiibayaan. Aad aragtay dadka saaxiibada inta badan way wada socdaan, habeenkii inta la hurdo waa gaari, markii la soo kaco ama halkana laysugu imaana ama jaamica lagu ballamaya ama meel kale lagu ballamaya, halkaasaa laga wada shaahaynaya oo laga qaxweynayaa, maalintii oo dhan waa la wada jooga, waqtiga guryaha loo hoyan maahane. Marka naartana dadkeedu iyaday la saaxiibayaan ma faaruqayaan, waayo waxaa ku tusinaysa inayna faaruqaynin. Hum fiiha khaaliduuna buu yidhi ilaah, way ku waarayaan. Taasaa ku tusinaysa in alladiina wixii kafaruu ka gaaloobay billaahi eebbe, birasuulihi wa birisaalatihi, kuwii diiday lan tuqniya, armay wax tartaa lama leh canhum xaggooda amwaaluhum, xoolahoodii armay wax ka difaacaan ya lama leh, mana dhici karto. Walaa awlaaduhum, caruurtoodiina waxba uma tarayso, min allaahi min ciqaabillaah, shay-an waxba ugama tarayso, bal xoolihiina waa lagu cadaabay. Ile xoolihii naftigooda xaq kama gudan jirin, hadduuna ilaahay rumaysnayn ma zakuu bixinaya, ma sadaquu bixinaya, miyuu ka xajinayaa? Maya, xoolihii naftoodaaba lagu cadaabayaaba. Wa ulaa'ika kuwa asxaabu nnaari, naarta saaxiibadeeda weeyaan, hum iyagu fiiha naarta gudaheeda khaaliduuna ku waarayaan. Markaas wuxuu ilaahay haddana ka warramay sadaqadii ay bixin jireen, ila marmar bay sadaqo bixiyaan oo qaraabadii bay wax siiyaan ama waxay wax siiyaan dadka baahan, sida hadda nimankan laanqeyrta cas la yidhaahdo iyo wixii lamid ah iyo ordaaya, waa dilaalay iyagane, dilaalay wa boqolkiiba 70 ama ka badan iyagaa qaata. Inta kale waxooga sidii qulumbaa laf loo tuurayo oo kale, iyo masaakiinta loo tuura. Marka hadday wax bixiyaanna waa kan waxay bixiyeen, oo is odhan lahayd armu wax taraa. Qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi, masaluma shay sifadiisa yunfiquuna, ay bixinayaan, fii hadihi alxayaati, noloshan addunyaa, ee qiimaha daran, wuxuu la mid yahay ka masali riixin dabayl oo kale, dabayshaasoo fiiha riixda dhexdeeda uu yahay sirrun, qabow aada u daran ama kulayl aada u daran. Marka dabayshaasoo asaabad asiibtoo ku dhacday xarsa qowmin, qolo beerahoodii, qoladaasoo dalamuu anfusahum, naftooda dulmiyey, kufri iyo macaasi, gef iyo gaalnimo bay naftoodii ku dulmiyeen, fa ahlakathu, deedna baabi'isay oo burburisay. Dabayshaas meelaha barkood bay ka dhacdaa, aad bay u qabowda. Beerta markay maaragtay muxuu ahaay, hamaday baa la yidhaah markay ku dhacdo, oo engegiba beerta oo dhan baa engegaysa. Tayib, marka ama kulayl aada u daran ayagana waa gubanaysaa, oo beertii oo dhan baa gubanaysaa. Dalamuu anfusahum fa ahlakathu wamaa dalamahum allah, ilaah ma dulminin. Yacni ciqaabkaas iyo cadaabkaas iyo hantidaa burburtay ilaah kuma dulminin, walaakin ha yeeshee yadlimuuna, ayaka dulminaya anfusahum, naftooda bay dulminayaan buu yidhi ilaah subxaanah wa tacaala. Marka waxaan garanay gaalnimada iyo gafta xumaantu inay risqiga cunaqabatayn ay ku tahay, oo cunaqabataynayso qofkii xumaan sameeya sidaasaa u dambayn doonta. Hadduu wax bixiyana wixii uu bixiyo habaa'an mansuura, ilaahay hortiisa waxba uma yaallo. Faqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajcalnaahu habaa'an mansuura, habaa'an mansuura, xataa idaa jaa'u lama yajidhu shay'a, ilaahay agtiisa waxba ka heli maayo
بو إلهي كتل ما سبحانه وتعالى عاد قرن كرتان نمنكي أصحاب الجنة في سورة النون أنكو سوم مرني مركي مساكين تي وحنا قبطي أي ده المساكين تو بين تيني سوت تو سبرت عن قوصانو مشيو مارت الجلنجلة حي ما دان مساكين تي بحيك قاضية وحبا مركا هنا قبطين تا مركا يكون سمية قوان كاحون أي قاتين أي مساكين تا لقو هنا قبطين أيو حاد عي بيرتي بي إلهي قبي بي قبي قبي سبعدي هدي اللي ينمجو ومدو وادن بس دن بس ويا مركا أبهد باني وناك سنها بيرتين تو صدح وقيبيو وقيبنا ريركي سوسي قيبنا مساكين تسين جري قيبنا أبو ربو كدقي جري بيرت دب لوغو بيري جري راي دينا بحانو إن مارت وحواح ولا كوفة تالي إنو وان ميلس كسار نكون مساكين تا محاكد عيه فأهلكت هو باكد عذي ولا حلاقي حوله يوحي ودن بالله حلاقي مارك حالك وحلاقي قرانيا دين تينو وحالي إله هذا تكافل الاجتماع وحالي إله جرا إن لا وضنوا لعضو إن لا وضنوا لعضو هذه مركز مسكين كاس أقوان كاس أرامش كاس تدكا مارك تبهم هاي باهن مركز وحسيسيد إله كوبلا لنا بلا يانا إله باكاقا هاينا يا آخران أجربا لقوقو كيدين يا حكا فيعن ولالك أنا كحست ما يبرينك محضا يو وحنقنا هينيك يا سورة البقرة وإنه من دونتا من بني إسرائيل وهانتي بدن هايستي فويلو أذوري هاي يوحو كواه يقضي يقرع بكواه وعن انتي دنبوا انتو الدلي وكو كسيي يدين حوليهينا ودر يرصدي مركا تاسو كلا دعيسا والسود حستيا والعلوبيا وإنه قال حقي سيبا دو الديدي مركا وحفي عن إن المسلمين تولن أولادان مثال ما شيء سفديسا ينفقون أي بحينيان من الصدقة صدقة في هذه الحياة النرشا الدنيا يقيمها درا كمثل الريح ضبيل وكلوة فيها ريح ذا قده ذا وكسو غيهي سر قبو آذو درا أما كليل آذو درا ريح ذات قران ككو أركتو ومصيبه لكن رياح ذات أركتو خير بأو بضان دهي طيب وحي رب سبحانه أصابت أصيبتي حرث قوم قلب بيرتود ظلموا قردر سدي أو ظلمي أنفسهم نفتودا قال لمي يقف ظلمي عدالة در يكو ظلميان فأهلكته طبيشي بهلاك تيب وحي وردان وما ظلمهم الله إلهم الظلمين سبحانه ولكن هي شيء يظلمون أنفسهم نفترضك وظلميوه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أيضا نوحي كور رويسا إيوه أيضا كسيدا بيسبا قال لماذا إن ما أرتمحوا هاي يددك قال هذا قعلنا ذن لغدي قنين إن أنسي ما أرتصاحبتي نمهوس إن الله لصاحب أو مسلمين تا حموا هاي اللو قد بنين عيابه هذا اللو قد بنين بيكوى الرميسة وحجري بيا أيها الذين ددك آمنوا حق الرمي يو إيمانك ددك ربتكاه وصفاء ذو قاليه صفاء ذو قيمة بضوة إلهي ذاتك حكسي في صفة الإيمان لا تتخذوا هكي لنينا بطانة صاحب بحوس من دونكم ذاتك أن إذن كاهين مؤمنين تاهين صفة اللهين لا يألونكم كما قابين أيان كما الدال أيان خبالا فساد إني إذن كفساد إذن كسما أيان هضيتها أخلاق هديتها مهمة هاي مسلمين توبة لقوما ذا هديتها وحويني فساد إذا كسر ميان مرة كما قابين إياه محاد عي ودوا حيجعليهن ما عنيتم إن دولي قيم بردي بوتان
عنتك ما دم استريوا ودوا ما عنتم عنتكم لبكينا يجعلهم بير الله سبحانه وتعالى مروا البينات قحوتي هاتان مروا البينات بركة عذان مروا البينات باب عذان مروا البينات بصف ما سيجعلهم قد بدت البغضاء عرضي بموقتي من أفواههم أفكوضي كبل بالقنيسة أفكوضي كبر قنيسة أو مسلمين تبا لطعنينيا رسول كيبا لطعنينيا مسلمين تبا مارت لليها ووحان جيرين مركا وحاوية أفكيبا لغا قرانيا وكسو بحيسا وما تخفي صدورهم لابهض وحي قرينيان با أكبر كويني بذنبو الله وحياري أفكا كشيغيا وبغول كيبا وطبعا لكن وحي قلبك كهيان اي نعا اي عذاوذة اي حمانة كاسبة وحجر ايب سبحانه يكوين بضان وحجر حدبا ايب قد بينا وان عديني لكم اذنك مؤمنين تا الآيات آيات كيبا لإذن عديي قالضو إني نجعلين مسلمين تا إني عذاوذيهين كسان اذن عديني إن كنتم هداتهين تعقلون هو وحقرنا يهداتهين بيريب مركز إلهي هدنا السي وذي يوحي ريب ها أنتم إذن كان مؤمنين تا إيمان كشيغان يا هؤلاء يا هؤلاء كوي نانو تحبونهم بجعشهم قال هذا بجعشهم كل إيالاب بعد مارت السين إيسان ولا يحبونكم أيقون إذن مجعلا قال هذا مسلم مجعلا ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم إلا محمد الدين تولى أتكرر عندكم مجعلانا يا إنه مجعلانا لسوق ما يو طيب وتؤمنون إلا ذاك الواضح رمين إيسان بالكتاب كتاب بدي كله دمانت كتاب بدي ودن بات رمين إيسان وواحد رمين إيسان محمد التوراة هي إنجيل هي الزبور هي صحف إبراهيم هي صحف موسى وحوردن بات رمين إيسان أي يقول الكتاب كي نويد ديدا مركا محا محا مركاس حريره إذن دحمر كروة لابا وإذا لقوكم هدا إذن لكل ما منافقين تي يهوديد أما منافقين تي نبي قبا وقت جيسا جوغي قالوا وحي لهنا منا وان رميني ربي بان رميني كتاب القرآن كسو الدجيي رسول كي لقود دجيان رميني ومنافقين فقين تالقو يقان وإذا خلو هدا يقولون النغضان ويوغار أي أبحان عضو وحي قنينيان عليكم إذنك مؤمنين تأكركين الأنامل وحي قنينيان فرها من الغيذ أردرت فرها عنايا فرها يعنايا سيدي الشبال محمد الضبين كل دعي أوكالي أو برتي عنايا أوكالي بيذين عنايان وحالي النبي يقول وحاترا موتوا كل انت بغيذكم عردين اسكا قد انت حيالي اسلام واجري الدون حتى يرث الله الأرض ومن عليه إلى دول كان يوحد بركي سابع إلهي كدح الله كتاب القرآن كما تقناني ضد مؤمنين وكتاب كن كدق مايا ورعسنا وأن لهلي دون سيدا درتيت يعني وحبك بقوين كرتاوة قال له ويسكد دايا وحوالبا لكن واحد دهان صدح شيء انت يجيران مسلمين انت كما أتكان كرنو كو قرآنك قرآنك وين تجيرو مسلمين تلا كما أتكان كرنو لبا بيت الله الحرام انت تجيرو ومسلمين تساقوه هلو بيان وصدا لوقو عبادي سني ومرنا على فاروقين ان أبراها مركي ومسكو دايينا وكل لوقو حلاقي مركا ايه وقضب كلمات صدحات وحاول اللغة العربية اللغة العربية انت يجرته للغة العربية معنى هذا وفهم الكتاب والسنة كتابك إلهي هي السنة دي النبي قال لك فهمي لكن هذا أقول عجمي باته حيكو كلفة إيسا سان هذا وحوفة فصيرينه إنه إنه وحوفة فصيرنا ويكين إيسا هذه اللغة العربية اللي يقانه تعيد وحوفة فصير لها مجرس عربتي جاهلي قاهد مركي لقو سود دجي قرآنك
markaasay qodiyallaan bay u yaqaaneen marka sidaa darteed luqada carabiga meel fog baa hadda la gaarsiiyay meel fog baa la gaarsiiyay tayib iyadaa luqadii koobaad ahaan jirtay hadda maanta halkay maraysaa luqada shanaadba mata lixaadba ii sheegay iskuma diidanin ingiriis inuu yahay number one haye yaa ku xiga faransaa ku xiga miya ismaasha spanish maa ku xiga calaa kulli xaal sii wad soo wad yacni waxa waaye luqa alcarabiya halkaasay maanta maraysaa ninkii aan luqa alcarabiya aan maaragtay barta eh luqooyinka kale aan baranina luqadii gaajada loo yaqaanaa luqadii gaajada baa loo yaqaan marka waxa waaye qurubka ilaahay baa qoray ama ingiriis baro imisa ingiriis profesa ku haysata oo b h d haysata oo bidaartu qadaadka joogtaa oo nin jaahila oo intaasoo kambani leh baa maaragtay kolba dhinac u didinaay kolba dhinac u eryaay waxaan ilaahay qoray ilaahay baa qoray marka saa darteed ma ahan cilmi kuma xirna arrintaas iyadaa sidaas in loo fahmo baa fiican waxaa la nebiga waxaa tiraa qul mowtuu dhinta biqaydikum cadhadiinna iyo cilbuquuqiina iskaga dhinta qur-aanka waa jiri doona ina allaha eebbana caliimuna la ogaal badan wey bidaati suduur laabaha wixii ku jira wixii af laga yidhaahdo ama addi laga sameeyey iska daaye laabuhu og yahay halkaasuuna dadka kala xisaabtami doona xadiidkii fi saxiixi muslim in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum ilaahay xoolahan faraha badan iyo adiga maaragtay buuridaada iyo dhaqnaantaada ma fiirinaye wuxuu fiirinayaa halkaa laabta waxa ku jira oo min aliimaani waalkufri waalnifaaq wixii ku jira baa ilaahay addoonka kula xisaabtamaya subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ba in tamsaskum hadday idin taabato xasanatun wanaag hadduu idinku uu idin taabtood heshaan gaaladii baad guusha ka hesheen iyo gacanta sare gabagabaad hesheen waxaa cizi iyo karaamo iyo sharaf baad hesheen waxaad hesheen in laydinka haybaysto oo gaaladu meel bil loo socdo iyagoo idiin jira halka habeenkii ay ka anfariiraan oo hurdada bogan waayaan caafimaad iyo ceesh wax walbaa laydin siiyey tasuuhum way murugelinaysaa gaaladu way murugoonaya ma seexanayaan wa in tusibkum hadday idinku dhacdo sayi'atun xumaan coliyo abaar baa dhacay markaas iyo cudurro baa dhacay ama gaaladiibaaba idinka gacan sarraysay yafraxu waxay ku farxayaan biha sayi'ada iyo xumaanta muslimiinta ku dhacday kaasay ku sabr ku farxayaan tayib marka gaal baa islaam jecel iska ilow gaal baa islaam jecel waxa noo warramaya waayo waa allah subxaanah walaa yunabbi'uka mithlu khabiir buu yidhi lah axadka allah isaa wax u og siduu idinku warramaya wax kuugu warramaya ma jiro laa nebi moxamed walaa jibriil walaa kayru wax kuu warramaya ma leh marka ilaahay inoo warramaayo inayna gaaladu jeclayn muslimiinta horumarkooda iyo cizi iyo sharaf iyo karaamo inay yeeshaan ma jecla buu yidhi eebbe subxaanahu wa tacaala marka wuxuu yidhi eebbe wa in tasbiru maxaa marka lagaga badbaadaya dhibkaas wa in tasbiru haddaad dul qaadataan ood sabirtaan oo aad ku sabirtaan daacada ilaah musiiba hadday idinku timaadana aad u sabirtaan xumaantana aad ka sabirtaan watattaquu ilaahayna aad ka baqdaan watatawakkaluu cala allaah ilaahayna aad tala saarataan ilaahayna aad tala saarataan watatacaawanuu aad iskaalmaysataan haddii la helo afartaa shardi la yadurukum idin dhibi maayo kayduhum shirqoolkoodu shay aan waxba idinka dhibi maayo ee waa in intaa laydinka hela ina allaha eebbe bimaa yacmaluun waxa ay sameynayaan sir iyo caadba muxiidunkii koobayo cilman wa qudratan
baa ilaahay ku koobaya subxaana wa tacaala, waana og yahay waraka abaalmarinaya eebbe subxaana wa tacaala. Yaa ayuha aladiina, dadkii aamanuu xaqa rumeeyeenow, laa tattakhiduu, ha ka yeelanina bitaanatan saaxiibo hoose, min duunikum, min duuni lmu'miniin, mu'miniinta sokaydooda, gaalada saaxiibo iyo munaafiqiinta, kuwaas ha ka dhiganina saaxiibo hooseo sirta muslimiinta aad u dusisaan u muusisaan. Laa ya'luunakum, kama gaabinayaan khabaalan fasaad iyo fadqala leh iyo xumaan. Wadduu, waxay jeclaadeen, maa canitum, canatakum, dhibkiinay jecel yihiin gaaladu, horumar laydinlama rabo. Qad badat ilbaqdaa, cadhadii baaba iska bidhaantay, min afwaahihim, afkoodiibayba ka balbalqanaysa. Wamaa tukfii suduuruhum, laabahoodu waxay qarinayaan, baase akbaru, ka weyni badan buu yidhi ilaah. Wixii af ka soo baxay ama addin laga sameeyo, unku waa arki karaa, waana maqli karaa, laakiin wixii qalbiga ku jira ilaahay keliya daalacanaya. Saa darteed baa wuxuu yidhi, waxani waa fariisubagtee waxay qalbiga ku hayaan baa aad uga weyni badan buu yidhi ilaah. Qad bayanna, waan caddaynay lakum idinka alaayaat, ayaadkii baanu idiin caddaynay. Laakiin in kuntum haddaa tihiin tacqiluuna, kuwa wax garanay, laakiin haddaad tihiin kuwa imaca oo remote la jiidaya, haddaad tihiin kuma jirto, hawshu kuma jirto, aayaadkii laydiin caddeeyey waxba kama faa'iidaysaan. Ha antum idinka ulaa'i yaa ulaa'i, kuwaasow tuxibuunahum, waxaad jeceshihiin gaaladaasaad jeceshihiin, walaa yuxibuunakum, idinkana idinma jecla. Watu'minuuna, waad rumaynaysaan, bilkitaabi kullihi, wixii ilaahay soo dejiyey oo kitaabaha baad rumaysantihiin, ayaguna kitaabkiinni waa diideen, rasuulkiinniina waa diideen. Waidaa laquukum, hadday idinla kulmaanna, qaaluu waxay leeyihiin, aamannaa, waan rumaynay kitaabkiinnii iyo rasuulkiinnii baanu rumaynay, waa munaafiqiin, munaafiqiintaa lagu yaqaanaa sida. Waidaa khalow, hadday gaar noqdaanna, cadduu, way qaniinayaan, calaykum, idinka muuminiinta korkiinna, alanaamila, faraha bay maarata muxuumaha idiin qaniinayaan, min alkaydi, cadho darteed iyo nac iyo xasadnimo. Qul, waxaad tidhaa, muutuu dhinta bikaydikum, ku dhinta xasadnimadiinna iyo cadhadaas iyo ciil bukuuqa iskaga dhinta. Ina allaha, eebbe caliimu, wuxuu ogaal badan yahay, bidaati suduuri, laabaha waxa ku jira. Saa darteed buu wuxuu na yidhi, wamaa tukfii suduuruhum akbar, waxa laabaha ay ku hayaan ee cadaawad iyo nac iyo xasadnimo iyo buqdi ah, kaasaa weyn buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. Haddaba cadowgaaga waxa waaye inaad ka ciil baxda ma doonaysa? Haa, arrimahan soo socda ha la sameeyo. In tamsaskum, hadday idin taabato xasanatun, wanaag, tasuuhum, iyaga waa murugelinaysaa. Wa in tusibkum, hadday idin asiibto sayi'atun, dhib iyo xumaan, yafraxuu, way ku farxayaan bihaa sayi'adii, si fiican bay maaragtay muslimiinta ugu qosleeyaan. Wa in tasbiruu, haddaba haddaad dulqaadataan ood sabirtaan, oo watattaquu, aad alla ka baqdaan, dad ilaahay ka cabsataan, wuxuu yidhi eebbe subxaana, ood iskaashataan, ood ilaahay cuskanaataan, ood ku qanacdaan, laa yadurukum, idin dhibi maayo kayduhum, shirqoolkooda, hagarsigooda, xadhig maleegoodu shay an waxba, bal idinkaa ka adkaanaysiin. Ina allaha, eebbana, bimaa yacmaluuna, waxay samaynayaan, muxiitun, ilaahay baa koobaya subxaana wa tacaala. Waid qadawta min ahlika tubawi'u lmu'miniin, halkan ilaa suuradda lixdan aayadood miyaama wax ku dhowdhow waxay ka warramaysaa dagaalkii Uxud uu nebigu la galay gaalada, kaasay ka warramaysaa. Marka dagaalkaas sababkiisu wuxuu ahaa, nebigu markii uu dagaalkii Badar galay, gaalada waxay ahaayeen 950 ilaa 1000, muslimiintana 350 iyo 15 ugu badnaan bay ahaayeen, cadadkooduna saasuu u yaraa, cudadda iyo hubka iyo saanadda ay wataana way yarayd. Markii la dagaalamay
baa ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta yulibta iyo guusha baa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. Haddii ilaahay uu siiyey 7 baa laga dilay, 7 waa laga qafaashay, intii kalena wixii dhaawac ahaa iyo wixii maaragtay firxadayba iyagiiyo ciddiyaha ka dhiladeen oo calacalaha ka murxay baa maka la tegey. Marka iyagoo ceelkii qaba baa safarkii sababta u ahaa dagaalkii Badar inuu dhaco oo soo marnay fii suurati alanfaal baan ku soo marnay, yaa waxaa la yidhi safarkan hantida uu waday waa inaan ku maalgelinno inaan Muxamed kula dagaalanno. Dadkii odayaalka ahaa, akhyaartii iyo dheergaradkii, dadkii horjoogihiisii uu baabiiyey ceelka uu ku guraba inaan u arna. Waa kii deedna iyagoo 3,000 ah bay soo duureen nebiga calayhi salaatu wasalaam. Markii warkii loo sheegay baa saxaabadii ula tashaday, wuxuu yidhi maxaan samaynaa, nimankii gaaladaha waa kuwan, iyagoo oodahoodii wata bay soo duuleen. Markaasaa cabdullaahi ibnu ubay ibnu saloola munaafiqaas baa wuxuu yidhi, yaa rasuulullah, annagu dhaqan baanu lahay, haddaan reer madiine nahay dhaqanku wuxuu ahaa haddii cadow nagu soo duulo dhufaysun baan u geli jirnay guryaha dhexdooda, saasaanu kaga adkaan jirnay, eeyaynaan u bixine halkan uu nin walbaba dhufayska leebka iyo qaansada iyo waranka halkaa ka diyaarsado. Tayib, nebiga way la qumanaatay arrintii calayhi salaatu wasalaam. Laakiin waxaa jiray rag maaratay dagaalkii Badar aan ka qayb gelin oo malafsanayay oo candhuuftu ay ka daadanayso. Waxaa ka mid ahaa raggii maaratay noocaas ahaa saxaabada, waxaa ka mid ahaa rag yidhi, yaa Rasuulallah, haddii ilaahay dagaalkii Badar annagu kamaanan qayb gelin, mar dambe haddii adiga iyo gaala aad iska hor timaadaan oo cadaraha aan dhigno waa la arki doonaa. Markaa raggii waxay maaragtay ku taliyeen in cadowga aan la sugine laga hortago oo Madiine dhexdeeda aan lagu sugin. Madiine iyo meeshii dagaalku ka dhacay masaajidka Rasuulka meelaha calayhi salaatu wasalaam 1 mayl bay isu jiraan, 1 mayl. Tayib, marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waa isdiyaariyey, aqalkiisii gurigiisii buu galay, wuxuu soo xidhay waxaan la yidhaahdo waxay celisaa hubka ama gaashaankii iyo bahal la gashado cambuurbireed la yidhaahdo oo waranka iyo seefta iyo waxa qofka ka celinayo hadda jaakeedaa lagu bedelaa umalayna. Nebigu markuu soo baxay isa soo diyaariyey baa saxaabadii haddana waxay yidhaahdeen, riyo sidii hore nala qumane aan iska joogno. Nebigu wuxuu yidhi, maya nebi ma dhici karto, owlana uma aha intuu dagaal isu soo diyaariyo haddana inuu dib u laabto ma dhacayso. Ciidankii waa baxay, rasuulkana banduuluu ka ah, waa la israacay. Marka 300 oo munaafiqiina yaa soo noqotay iyagoo doonaya nebiga inay dhabarjabin ku sameeyaan calayhi salaatu wasalaam. Tii hadday dhacday waa qodob qodobka xiga. Nebigu buurta la yidhaah Jamalu Rumaat ee buurta Uxud ka sokeysa ee yar uu 50 saxaabadii ka mid a wuxuu yidhi, idinku halkaa uu jooga. Cabdullaahi binu Zubayr, Cabdullaahi binu Jaxshi nin la yidhaahdo saxaabiya yuu madax uga dhigay, haddaan guulaysanno iyo haddii nalaga guulaysta midnaan soo dhaqaaqina. Tayib, marka lama yeelina, markii foodda la isdaray muslimiintii baa guulaysatay, gaaladii waa laga gacan sarreeyey. Laakiin markay arkeen nimankii 50 ahaa in gaaladii la bacsaday, yaa waxay dhaheen, alghaniima alghaniima, war xoolo xoolo xoolahan bayna halaagay. Saa darteed baa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ina likulli ummatin fitna fitnatu ummati almaal. Wax badan baad aragteen qur-aanka, innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna. Caruurta lama hormariyo, xoolaha la hormariya. Marka saa darteed waa kii deedna markay soo dhaqaajiyeen Cabdullaahi ibnu Jaxshin iyo 12 isagu ka mid yahay keliya meeshii ku soo haray,
ninkii khaalid la dhihi jiray markaa gaal ahaa waa intuu dhinacaa maray oo xagga dhabarka kaga yimid dhabar jabin buu ku sameeyey intiiba maaragtay dhulkaa la dhigay isagii ciidankiisii. Mukhaalafada markay dhacday, gaaladii haddana waa soo rogaal celiyeen. Nabiga calayhi salaatu wasalaam ilig baa laga jebiyey, waana la dakhray, bal nin la dhihi jiray Dalxa bin Cubaydillah baa nebiga intuu xambaaray uu buurta uxud la fuulay si u badbaadiyo. Marka taasaa dhacday, taasay marka ka warrami doontaa. Guuldarro oo dhan waxaa keena khilaaf. Wuxuu yidhi Eebbe subxaana wadkur xusaalay nebiga id goortii qadowta aad ka kalahaysay ka jarmaadaysay min ahlika ehelkaagii iyo gurigaagii aad ka baxaysay tubawi'u adoo dejinaysa almu'miniina mu'miniinta maqaacida dhufaysyo iyo meelo lilqitaali liajli lqitaal dagaalka sababtiisa war idinku halkaas muxuu ahay halkaa ka bilaaba idinkuna halkaa wallaahu ibna samiicun alla maqlayuu ahaa rasuulku markuu saa wax u diyaarinayey xaliimun oo ogsoon. Id goor bay hammat ay doontayo daaifataani laba kooxood oo minkum idinka muslimiinta idinka mida an tafshala inay biiqaan oy fulayoobaan oy baxsadaan wallaahu eebbaya waliyuhumaa weligooda ahaadayo ilaahay baa badbaadiyey wa cala allaahi eebbo oo keliya hun falyatawakkal ilmu'minuun mu'miniintu alla keligiisa allaha cuskadaan buu yidhi ilaah subxaana watacaala. Marka labadan qolo daa'ifataani laba qolo oo ansaara bay ahaayeen banu salima iyo banulxaaritha oo midna khasraj ay ka tirsan tahay midna ay ka tirsan tahay aws labadaa qolay ahaayeen. Dayib marka ilaahay baa ka badbaadiyey subxaana wuxuu yidhi eebbe subxaana haddaad doonaysaan inaad cifataan oo caymataan mu'miniintu ilaahay cuskadaan walaqad waxadhaba nasarakum ullah alla inuu idiin gargaaray bibadrin beder buu idiin gargaaray alxaal antum idinkana adillatun dad yaraahay waa dullaysneedeen maaha mu'miniin bayaana ciza laakiin dulliga waxaa loo wadaa xagga tiradana waa ku yaraydeen xagga maarata hubkana waad ku yaraydeen. Haddaba fattaquullaah ilaahay ka cabsada lacallakum waxaad mudantihiin haddaad alla ka cabsataan tashkuruuna inaad u mahad celisaan. Id goor buu nebigu diyaarinayey taquulu aad u lahaydoo lilmu'miniina mu'miniinta aad u lahayd alan yakfiyakum warmuusan idinku filayn an yumidda inuu kordhiyo inuu idinku xoojiyo kum idinka rabbukum rabbigiinnu bithalaathati aalaafin saddex kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mida kuwaasoo munzaliina la soo dejina le malaa'igtu meeshay ku nool yihiin waa cirka iyo samadaasay ku nool yihiin. Bala buu yidhi eebbe waxaysan idinku filayn iska daaye in tasbiruu haddaad sabirtaan oo aad ku dulqaadataan waa imtixaane imtixaanka aad ku dulqaadataan u dagaalantaan diinta ilaahay koryeelkeeda oo watattaquu alla aad ka baqdaan xumaan iyo mukhaalafo midna aydaan samaynin. Wuxuu yidhi eebbe subxaana yansurukum eebbe waa idin gargaaraya way atuukum way idiin imanayaan min fawrihim degdegooda hadaa ekana bay idiin imanayaan oo iyagoo doon aaradoona inay idinka aarsadaan bay idiin imanayaan. Yumdidkum markaa wuxuu ilaahay idinku kordhinayaa rabbukum rabbigiinnu bikhamsati aalaafin shan kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mida musawimiina la calaameeyey. Calaamadaas waxa waaye la calaameeyey malaa'igta dharka ay qabaan iyo hubka ay wataan iyo gaadiidka ay maar fuulay ay fuushan yihiin baa maaragtay muxuuha kala duwan. Dayib wamaa jacalahu allah ebbe kama yeeli hubkaas oo nasriga iyo imdaadkaa ilaa bushra falaxgelin lakum idinka laydin farax gelinaayo iyo walitadma'inna inay xasisho quluubukum qalbiyaalihiinu xasilaan bihi kordhinta iyo imdaadkaas. Laakiin waxaad ogaataan waman nasru gargaar ma ahaanin ilaa min cindillaah tiro badan ma aha hub badan ma aha tignika badan ma aha
diyaarada maaragtay muxuu ahaa daroonaysaa oo bilaa duuliyaha ma aha waxa waaye nasrigu waa min cind illaah liyalcasiizi awoodda badna alxakiimi oo welibana maamulka wanaagsana allahaas uu nasrigi iyo guusha iyo gargaarku allaha agtiisa bay ka ahaadeen buu yidhi subxaanahu wa tacaala taasuu yidhiba waid qadawta goortaad ka lahaysay bal dadka u sheeg min ahlika aad ka kalahaysay tubawi lmu'miniin mu'miniintii adigoo diyaarinaysa maqaacidda meelo lilqitaali dhufaysyaha gala halkaa isku maart halkaa idinka dagaalka ka gala wallahu ibna samiicun alla maqla wey addoommadiisa iyo waxay ku hadlaan oo dhan caliimun allo xog og wey id goor hammat ay doontayoo daa'ifataani laba kooxoodo minkum idinka idinka mida an tafshala inay baqaan oy biiqaan oy cabsadaan wallaahu yabayaa weliyuhumaa weligooda ahaayo ilaahay baa badbaadiyey wa cala allaah eebbe korkiisa uun falyatawakkal ilmu'minuun mu'miniintu allaha cuskadaan yufawiduuna umuurahum amarkooda ilaahay ha u bandhigaan haddii loo bandhigo waxaa waaye wa ufawidu amrii ila allah ina allaha basiirun bilcibaad fawaqaahu allaahu sayi'aati ma camilu uu yidhi ilah subxaana wa tacaala walaqad waxaa dhaba nasarakum allah allow inuu idiin gargaaray bibadrin buu idiin gargaaray badr dagaalkeedii wa antum idinku adillatun yar ee fataqu llaaha alla ka cabsada lacalakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad shukridaan kaasaad mudantihiin buu yidhi eebbe subxaana wa tacaala saasuu yidhi eebbe id goor taquulu aduu lahayd baa lay rasuulka lilmu'miniina mu'miniinta alan yakfiyakum miyuusan idinku filaynoo an yumidda inuu kordhiyo rabbukum rabbigiinnu bithalaathati aalaaf saddex kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ahoo munziliina lasoo dejinaa la soo dejinaa yuu yidhi ilaah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi eebba subxaanah wa tacaala war miyayna idinku filayn saddex kun oo malaa'iga in laydinku soo dejiyo oo haddaad ahaydeen saddex kun ee saddex boqol iyo dhowr iyo toban haddaad ahaydeen bal haddii laydinku daro saddex kun ka warrama gaaladii saddex jibaar ma noqonaysiin dayib wuxuu yidhi eebba subxaana balaa waxayna idinku filayn iska daayiye in tasbiruu haddaad sabirtaan oo aad ku sabirtaan dagaalka iyo diinta ilaahay koryeelkeeda oo watattaquu aad alla ka cabsataan waxa wayakfiikum wayansurukum ilaahay baa idin gargaaray wayaatuukum way idiin imanayaan gaaladii min fawrihim haada degdegooday idinku imanayaan wuxuu yidhi eebba subxaana degdegooda kaasay idinku imanayaan buu yidhi eebba subxaana haddaba yumdidkum ilaah wuxuu idinku kordhinayaa oo idinku xoojinayaa rabbukum rabbigiinnu bikhamsati aalaafin shan kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ahoo musawimiina wadiba calaamaysan oo astaamo gaara leh wamaa jacala ma yeelin ku kordhinta iyo imdaadka allahu yeebbe ilaa bushraa farax gelin lakum idinka laydin farax gelinayo maana wax kale uma yeelin iyo litadma'ina quluubukum qalbiyaalihiinnu inay ku xasilaan bihi madadka markay arkaan muxuu ahaay intaas oo ciidana oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey waa la farxayaa wama nasru laakiin gargaar ma ahaanin ilaa min cindi illaah ilaahay agtiisa ma ahane alihi alcasiizi awoodda badnaa alxakiimi ee maamulka wanaagsanaa ma ahane marka haddii iimaan saxa la helo iimaan saxa haddii la helo ilaahay baa garab u ah muslimiinta malaa'igtii baa garab u ah oo la dagaalamaysa marka gaaladii ahlu samaa iyo ahlul ardi oo dhan baa la dagaalamaaya marka qof intaasoo ciidanihi ay garab taagan tahayoo ay maarata xoojinayso gargaar iyo guul ay u yihiin ninkaasi muxuu ka baqayaa laakiin markii oo gaalada dhabarka loo ballaadhiyey gaalada muxuu gaala raac la noqday baadeedna muslimiintii laga adkaaday ilaa min cindi illaahi alcasiizi alxakiim
ليقطعي بينه قويه فانت سو عيدا الهي وكينيا طرفا قيب ومن الذين كوي كمذا كفروا قالوا بي كواس ان مو هاي لا ورجافو اول الله يو او امس يكبتهم الهي الدليو وكيت الضباط لغفاشي تقال كي بدر لغو غفاشي ودلي درحوم غفك الا غفاشو حريت لغا قادو فينقلبوا دينا النغدان خائبين وتعب كودو باي كوي وحدنا تعب كودا باي او واكي دينا ما عرفت محمد مركي دمعين يسون نغدان سولك عيدن كي وديبو ابابولي دينا يعررين تقال كي بدرنا يبوي كوشابين ليس معها نبالي نبيغا لك اديغا من الامر امرك حقيس شيء وحبكوما نبيغو هاباري ومركي ومارتي سيغانا لدخري محمو هاي إلي قانا لغجبيي وابوحو يري كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته سي كل باني ينددكاس نبي قد دخري إلي قيسين الجبي سي كل باني مركاس النبي قوحا لغو يري ليس ماهان لك أذيغ من الأمر شيء إلهي بأمرك إسكاله سورة ربنا إساق وحما مولايا أو يتوبا إلى أن يتوبا إنك توبا أقبلوا عليهم كركوضا كوا دبكا كو قيستي إنك توبا أقبلا يا سورة قلا ومسا يعذبهم إنو عذابه وهلاغان وسورة قل فإنهم إياقا ظالمون وقر درس ديو ينبوي لله سبحانه وتعالى مركا إيدنكا يدقالك وحلو أبابوليو ما أهان ومد إن لقود دوليو أيضا وحبك يسنو أبرياء ماها مركي الظلمي ويمادو ومسلمين تأي بحسن وايان ودين تي إلهي اللوغن ما روايو مركا وي مركا للدق عالمي ليقطعينو قويو طرفا قيبو من الذين كوي كمدا كفروا قالوا بي أو يكبتهم إلهي ندوليو درحميو بو إلهي سبحانه وتعالى وطلقالي وفينقلبوا أي نغضان خائبين يو تعب كوذو باي كوي أحدنا يو خائبين بين نغضين رجبال وكودعي كوي بدرنا أكسي درنايين ليس ماهن لك هذيك من الأمر أمر كشيء وحبا وحبكو بله ذاتك أو يتوب إن شاء يتوب وكتوب أقبله إبهدو دونه عليهم يو كوركوضا أو يعذبهم وعذابيا فإنهم يو الظالمون وقر درسدي ولله يبوحا وسوغان ما في السماوات عرريالها وحا كسوغان عرريالها ودنبا وسوغان وما في الأرض لوليالها يوحي كسوغان ودن يغفر ودافا يأب لمن يشاء مغفرته وفق الدمع إلهي نودن بدافا إلهي نقصه النغضة حمانتا أنكم مضح تيرين إلهي نودن بدافا ويعذب وعذاب يا من يشاء تعذيبه وفضونين وعذابه وقفك حمان تكفق وايه إله وعذابي والله يبنى غفور الذنبك آد ودافويا إذي توبك أنت يسون نغطة إله وابدن بدافيا رحيم بعباده أدوم ذي سنة إله وابن حريسان يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرميان لا تأكلوها عنينا الربا ربضها عنينا أضعافا يضو اللابا وضعفة أولا اللابي عنينا واتقوا الله لك عبسادا لعلكم أحد مذنتهين تفلحون إلى تقولي ستان واتقوا كعبسادا النار النار تكبغ التي النار تاسو وعدة اللود دياريي للكافرين قال هذا اللود دياريي وارتانا كعبسادا أيضاني وحي كد جيسا وحلي إلى خيبادا خيبا وحلي إلى حق اللوقضة وحوي الزيادة زيادة أم بالي إلى هذا لكن شرع جوحة لي إلى هذا دين وقف وقاته ودين وحلا دول دجالين مركب لبا أوين ربا لي ربا الفضل يا ربا النصيعة ربا النصيعة لبداس باء بدن عربتنا وي استعمال الجيران إلى إسلام كنت كيما ده دين ما أرث محمد خد كلا جساره مركب ربا الفضل وحواه لبا شيء او اسكو قيمه او هذا لك لبطسنه ذهب يا ذهب لك لبطسنه
suuq aad ay uga jirtaa dumarka waxa weeye waxaa jira dahab la yidhaahdo maxaa la yidhi 18 mid la yidhaahdo 22 waxbaa jira dumarka aad u garanaya marka qoftii dahabkii markii oo xoga uu ka yar duugoobo way soo qaadaysaa marka suuqay keenaysa markaas waxay ku gadanaysaa dahab kale oo cusub dahabka cusub marka lacag badan baa lagu daraya marka shaygi waa dahabkii dahab iyo dahab wa ila kala badsada lama ogola laakiin waxaa la ogolyahay intay suuqa geyso ay gado ay lacagayso deedna kan cusub inay ku gadato lacagta hadday u geyso hadday u goyn weydeen lacag kale inay ku darto tayib cuntadii waa sidaas oo kale jawaan bariisa niyahu ideyim jawaan bariisa ideyim tayib inuu qofku marka ku yidhaahdo jawaankaas goormaad keenaysaa waxaan kuu keenayaa 2 bilood kadib jawaanka iyo niskiisa waa inaad soo celisaa tayib waa waxaa waaye ribadaas wax la ogol yahay maa waxaa la rabaa haa-an wahaa-an inay isleeg yihiin halkaana lagu kala qaato halkaas lagu kala qaataa la rabaa marka waa mowduuc aada u dheer oo hadda halkan aan lagaga bogan karin waxaa jirta iyadan ribo la yidhaahdo ribaul qardi kullu qardin jarra manfacatan fahuwa riba dayn kasta oo qof la siiyey ood maartay wuxuu faa'iidaa keenaysaa waa ribo iyadana marka waa inaan rimahaas aada looga digto khatarteeday leedahay ya ayuha aladiina dadkii aamanuu xaqa rumeeyeenow laa taakuluuha cunina arriba war ribada ha cunina cunto keliya maah haddaad gaadhi ku gadato ama guri ku dhisato ama geel aad ku gadato waa isku mid yacnii intifaac baa la sheegayaa intifaac laa taakuluuha cunina arriba laa tantaficuu biayi wajhin min alwujuuh sinaba ha u isticmaalina adcaafan iyadoo laaban udacafatan oo la laalaabay sidaas bay carabtuna samayn jireen wataquullaha laka cabsada lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad guulaysataan haddaad ka cabsataan arrintaas iyada dayntu waa dayn marka muxuuahay wixii la isdhaafsanaye markaaba la kala qaadanayana waa iyadana waa sax wataquu naara naar ka cabsada allatii naartaasoo uciddad loo diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey haddii qofku uu ribada xalaashadana waa gaal khaarij can ilmilawa haduu yidhaha maanta riba la-aan maa la noolaan karaa bangiyo haddaan la gelin oo wax la soo hambanin oo guri la dhisanin hadduu yidhaahdo oo ictiqaadka u qaato gaal wa gaal uciddad lilkaafiriina kaas soo gelay hadduuna ka tawba keenin waatiicu llaaha alla war yeela wuxuu idin faray inaad maaratay muxuu ahay aad samaysaan wuxuu idiin diiday iska daysaan warasuula rasuulkana hala adeeco lacallakum markaa waxaad mudan tihiin alla haddaad adeecdaan rasuulkiisii adeecdaan lacallakum waxaad mudan tihiin turxamuuna in la idiin naxariisto kaasaad mudan tihiin buu yidhi eebbe wallahu aclam subxana